شكرا للزميل العزيز عبد العزيز البكر في الاستوديو التحليلي، والشكر موصول لضيفيك الكريمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، مشاهدينا متابعينا عبر قنوات SSC الأفاضل، طبتم وطاب مساؤكم، وأهلا ومرحبا بكم في آخر سطر من ذهاب دوري روشن السعودي للمحترفين. الفتح النموذجي وبعد نشوة الانتصار يا كريستيانو رينالدو من أمام الوحدة في مؤجلته الأخيرة، والنصر بنجمه العالمي كريستيانو رونالدو الذي يحضر هنا إلى واحة الأحساء لأول مرة بعد الرياض. عمار الدحيم، مروان سعدان مع البداية، وتليدو القادم الجديد، ومع أول كورة لرونالدو، وراية وتسلل على كريستيانو رونالدو. هذا هو أيام قليلة نجم رونالدو 7، عبد الرحمن غريب 28. أيمن يأخذ الكرة الغنام، يلعب الكرة العرضية، والعرضية لمين؟ جاكو تاليسكا على اليسار، يبحث عن العرضية تاليسكا لكن عدت ساحة، تقدم، حاول يراوغ، مهارته عالية لكن التغطية. لأجلك، كل التذاكر من أجلك يا كريستيانو رونالدو. كل من حضر من الصغار والكبار، حتى من له علاقة بكرة القدم، رات على طوال محاولة. هذا كريستيانو من الأول حاول، شوف كريستيانو طلب الكرة في مساحة لكنها وصلت. أجمل من حمل الرقم 7 لا شك أنه كريستيانو رونالدو. على أيمن يحيى، والعرضية الطويلة ولكن عدت. أيمن يحيى لعب الكرة، حارس المرمى السويدي يلعب الكرة، محاولة على اليمين، هجمة نموذجية، العرضية شالها حارس المرمى. الله الله، أول أهداف النموذجي، النموذجي جول وفعل، النموذجي مضرب المثل، وهذا هم أهل الحزة. يا عزاهم يا عزا، يا عزاهم يا عزا، يشرقون بكل مساء. النموذجي جول وفعل وفعل وفعل، عملها الأحسائيين، عملوها مع أول كورة، مع أول وصول، مع فرحة القادم الغنام. هذه محاولة كونان، لازم حاول فيها ولكن عدت إلى خارج أرضية الملعب. لعب كورة غريب، تغطية، محاولة، كريستيان حاول يبحث عن الخطأ لكن الأرجنتيني يا مساحة، تقدم، والعرضية اليمين بعيدة في رأس البريكان. سفيان بيدروس حاول ملعب العمري، تاليسكا أمام اثنين، حكم المباراة يعطي الخطأ الآن لتاليسكا، يعرف هذه التسديدة لكنها اصطدت حاول فيها، يلعب الكرة طويلة عالية خطيرة نصراوية لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب. وسط مطالبة بركلة زاوية لكن عدت إلى خارج الملعب. هذه خطيرة، غريب محاولة نصراوية، والبهيت تراجع. العرضية عند غريب، هذه دخول داخل منطقة الجزاء، نجح الفتح مرات اليوم. كرة ملعوبة للأمام، كريستيانو أخذ الكرة، كريستيانو تسديدة، راية 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 وتسلل. كريستيانو كان في موقف تسلل، كان ممكن أن يحرز أول الأهداف، ويقول كريستيانو لا، والحكم المساعد في مباراة اليوم هو انتظر. هي الكرة، محاولة عند سفيان وخطأ، مروان لعبها، الله الله على تسديدة مروان سعدان، عدى على العرضية العالية بعيدة، جاكوب بحث عن العرضية، العرضية طويلة بعيدة، الزبيدي يتدخل، يلعب الكرة بلمسة جميلة، والعرضية والتغطية الدفاعية. توفيق بحيبك، العرضية اليمين عالية، صار في نهاية هذا الموسم، هذه عالية بعيدة. كريستيان تيو حاول، تيو تسديدة مرة ثانية، عن ذاته في المباراة، محاولة عن ذاته عن ذاته عن الله. قلنا معقولة من تاليسكا لكن غريبة من الرقم 7، معقولة من تاليسكا أن تملك كل الحلول، كان والذي يحمل كل الإمكانيات على الخطأ يا تاليسكا، على الخطأ. هو يحاول تاليسكا، لعب الكرة، المحاولة الطرف ما وجد مساحة، تقدم مرة ثانية أمام لاعبين، هذه عرضية، عرضية على رأس من حارس المرمى، طالع عن المساحات، عن المهارات، عن الكرات، لكن أبدا. 30 عاما النجم الكبير كريستيانو، هذه العرضية، الله
البردية، عازف الأوركسترا النصر. كريستيانو، تحرك كريستيانو بالشوط الأول، فتفاصيلها لا زالت. وصلت، راح غريب، تقدم غريب، سجل غريب، وفي يد حارس المرمى صانع الهدف. محاولة غريب، غريب هدف ثاني. الله، لم نسمع كلمة سي، لكننا سمعنا الصورة ومنعت هدف كريستيانو. والله راحت، كانت رايحة. شوف الجماهير، شوفوا ردة الفعل، كل الكاميرات كانت تصور، كل العدسات كانت تصور كريستيانو اليوم. كاميرات خاصة تكون معه بحالة خاصة، يندب حظه تماما. الأول هدف التعادل، كريستيانو رونالدو، طياد هذه صاحب العرضيات، والتغطية من مروال تنفيذ. غريب لعب الكرة، مخادعة صراوي، يلعب كرة على اليسار، كريستيانو حاول يمر، مر كريستيانو على اليسار، رونالدو يبحث عن العرضية، وتاليسكا. هذه المرة رونالدو هو من يصنع لك يا تاليسكا، لكنها عدت على عكس تيار الشوط الأول. من كان تاليسكا يلعبها لكريستيانو، رونالدو الأول، رونالدو إلى خارج، يلعب غريب، يلعب كرة عرضية، وجاكو برين يبحث عن العرضيات، راح تاليسكا، مرت عند تاليسكا، محاولة أيمن يحيى، والعرضية لمين؟ إلى زاوية ملاها، يتقدم الآن على الطرف الأيمن، مرور من الدون، وخطأ. مان غريب يلعب الكرة على رأس مين؟ الله، خطيرة، مرت وعدت من الكل بسلام، ويقول أنا جاهز، هذه كرة أمام الجول. الله، نموذجي عاد مرة أخرى ليفرح كل الأحساء. عرضيات، بينيات، سفيان بن دمكة الجزائري يضع الكرة في سقف المرمى. هل من عودة؟ هل من عودة؟ وتغطية دفاع تاليسكا والحلول، محاولة كونان، محاولة للأمام خطيرة، تيو حاول. مباريات العالمي على الإطلاق وسنوات، هذه كرة ملعوبة، محاولة الزبيدي، العرضية لمين؟ انطلق الغزال، راح براس، محاولة ضعيفة، محاولة سند الكرة، اصطدت، عدت مرة ثانية. راويين الحلول الفردية، قد تنجح يسار، يلعب كرة للأمام طويلة، وبالتالي عدت. محاولة عند غنام والعرضية، نجح في التسار والعرضيات، العرضيات، المحاولة لكن عدت من مستعجلا كثيرا. هذه العرضيات ومروان سعدان، البرج الأكبر، محاولة بالنفس، محمد رفيد، هذا مر من الله قصة أخرى. هذا الأرجنتيني يلعب العرضية لكنها ضعيفة، مرت سيف الجزائري، هدفك الثاني لن ينسى على الإطلاق. عاد هذه كرة داخل من جزاء، اللعبة خطيرة باب الجول، جعل فتحاوية بالخلف، كرات عرضية، الله، يمكن نزاع، شدت المباراة، خلاص ما باقي فيها أعصاب، خلاص المباراة يعني مفترق طريق. والعرضيات خطيرة، محاولة عدت من الأول، مطالبة بخطأ، وركلة جزاء، ركلة جزاء للعالمي، تنفى، تكون العودة يا رونالدو كريستيانو. الله، الأماكن كلها مشتاقة لك كريستيانو، الأرقام كريستيانو، صفقة الأحلام. هذه أول كلمة سي على قنوات SSC، البطاقة الحمراء تبعد تاليسكا من المباراة. هذه كرة ملعوبة داخل الجزاء، عالية بالرأس، لكن